لأن الله تعالى يريد أن يخفف عنا، ففيما شرعه لنا تخفيف وتيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا المعنى متصل اتصالا وثيقا بدور المسجد ورسالته في واقع الحياة، لأن المسجد منه تنبعث هذه الشريعة، لأنه يمثل عمود الدين، ومن أقام عمود الدين أقام شعائر الدين الأخرى، فاستقامت حياته. واستقامة الحياة مبعثها أيضا أن يصحح الفرد نظرته لله تبارك وتعالى، أن يصحح نظرته وتصوره لحقيقة هذه الحياة الدنيا وللمآل والمنقلب الذي يسير إليه الإنسان. فإذا ما أتقن ذلك علم أنه لم يخلق للدنيا وإنما خلق للآخرة، وأن كل سبب إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، فأيقظ ذلك في نفسه الخشية من الله سبحانه وتعالى، وكان مراقبا له في كل ما يأتيه وما يذره، واستصحب التقوى في كل أحواله، في سره وعلنه، في منشطه ومكرهه، في سلمه وحربه، في خاصة نفسه ومع الناس جميعا. وأيقن حينئذ أن عزه إنما يكون بعز المسلمين جميعا، وأن كرامته وقوته إنما تبنى على كرامة مجتمعه وقوة وطنه وعزة وطنه، فسعى إلى استلال أسباب الأحقاد والعداوات والبغض والتنافس على حظوظ هذه الحياة الدنيا من قلبه، وأحل محلها جميعا، الأخوة الإيمانية والحب الصادق في الله تبارك وتعالى، والتناصح في ذات الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. حينئذ ستندفع المشقة والعسر عن حياة الناس.